ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد كان ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يناجي ربه ويبتهل إليه قائلا: اللهم ارحم عبرة ترقرق على ما فاتها منك، وكبدا تحترق على بعدها عنك. اللهم ارحم عبرة ترقرق على ما فاتها منك، وكبدا تحترق على بعدها عنك. هذه هي بضاعة القوم، وهذه بضاعة العقلاء في هذا الزمان الطيب المبارك الذي نعيشه الآن، خيرة ليالي الدنيا، نعيم الدنيا، جنة الدنيا التي كما قال أهل العلم: من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الكون كله متجه إلى الله سبحانه وتعالى، الكل يسبح بحمده ويلهج بذكره ويجتهد في طاعته. الموفقون من عباد الله عز وجل يجتهدون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مع الله، هذه الليالي الذي لا صوت فيها يعلو على صوت القرآن، ولا شيء يشغل الإنسان سوى ذكر الرحمن، وأنت تقرأ وتسمع في كتاب الله عز وجل: الله، في كل آية اسم من أسمائه، في كل آية صفة من صفاته. إن الله فالق الحب والنوى، الله الذي أنزل من السماء ماء، الله الرحمن الرحيم. القرآن كله يحدثك عن الله وعن توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. الكون كله يدور في هذا الفلك متجه إلى الله سبحانه وتعالى. لذا طابت الدنيا
وما تطيب أبدا إلا في القرب منه، ولا تطيب أبدا إلا بذكره. والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. لا إله إلا هو سبحانه وبحمده، كل شيء في القرب من الله عز وجل جميل، طعمه في القلب قبل الحلق، وليس لنا إلا هو. تركنا الأهلين والأولاد والأشغال والأعمال وكل شيء، وكل شيء تركنا كل شيء وجئناه في ساحته، في بيته، في فنائه، نرجوه ونؤمله. إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وعنه وإلا فالمحدث كاذب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، عنه وفيه ومنه وإليه سبحانه وبحمده. نسأله بمنه وجوده وكرمه وإحسانه أن يعفو عنا، وأن يعتق رقابنا من النار. وهذه غايتنا، ما جئنا إلا لها، جئنا نضع أوزارا على ظهورنا تثقلنا وتجعلنا في الأرض ملصقين، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. هذا أوان وضعها، هذا أوان التخلي عنها، ولكن لو كان الأمر بيدك لوضعتها من زمان، لوضعتها منذ أن استشعرت ثقلها، وهي سبب الشؤم الذي تراه في حياتك، تلك الأوزار التي ذهبت بقلبك عن تدبر آيات الله عز وجل، وتلك الأوزار التي حرمتك حلاوة الإيمان ولذة المناجاة، ويا لها من لذة، وبرد اليقين، وحلاوة الأنس، ومعاني القرب، كل معاني القرب. مرض ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فجاءه عثمان يعوده فقال له: مما تشتكي؟ قال: من ذنوبي. قال: فما تطلب؟ فما ترجو؟ قال: رحمة ربي. قال: هل آمر لك بطبيب؟ قال: لا ينفعني. قال: آمر لك بمال؟
قال لا حاجة لي فيه. مما تشتكي؟ قال من ذنوبي. مع أنه وجع مريض لكنه لا يعبأ بهذا المرض، ولا يلتفت إليه، لا يهمه مرض الجسد، وإنما يشغله أو تشغله الذنوب التي تمرض القلوب. مما تشتكي؟ قال من ذنوبي. قال فما ترجو؟ قال رحمة ربي. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. على نفس الشاكلة وعلى نفس الضرب، في أواخر حياته مرض أبو الدرداء رضي الله عنه واشتكى عينه، فقالوا له ألا تدعو الله لعينيك المريضتين؟ فقال رضي الله عنه لم أفرغ بعد من دعائه لذنوبي حتى أدعوه لعيني، لم أفرغ بعد من دعائه لذنوبي حتى أدعوه لعيني. هكذا كان القوم، كانوا يبحثون عن قلوبهم، كانوا يخافون من ذنوبهم، كانوا يرجون رحمة ربهم، كانوا يلتمسون إليه الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، هذا ذنب، فما بال الذي لا يحصي ذنوبه، لم يكد يستغفر لذنب حتى اقترف آخر، ثم هم فاقترف ثالث، ثم هم فإذا بها تتكاثر عليه يحملها على ظهره، أين يذهب بها؟ عند من يضعها؟ ليس له إلا الله الذي يغفر الذلة، الذي يغفر الزلة، الزلات، ويقيل العثرات بقليل عفوه، قليل عفوه يغفر عظيم الذنوب. لكن أنت تحتاج إلى أن تستشعر عظم الذنب وحجم وثقل جريرتك. في أحد أيام رمضان هذا جلس إلي رجل وتحدث معي، ثم في كلامه قال وهو يستنصح، وقد نصحت نفسي وإياه بالتوبة من الذنوب، فقال لي إن ذنوبي، يقول عن نفسه أن ذنوبه في تقصيره، فقلت له ما هذه ذنوب المقربين؟ ماذا تعني بتقصيرك؟
وكيف بذنوب قلبك التي هي أعظم عند الله عز وجل من الكبائر؟ إن مثقال الذرة من الكبر مثقال الذرة، وأي وزن للذرة؟ لا تدخل صاحبها الجنة. مثقال ذرة من كبر، فقط الكبر، وأين العجب؟ وأين الرياء؟ وأين الخيلاء؟ وأين وأين وأين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مغبون الذي يفكر أن ذنوبه في التقصير، إننا نحتاج في هذا في هذه الآونة وهذه الأيام والليالي أن نستشعر عظيم الذنب والتقصير والتفريط في جنب الله عز وجل. وإذا استشعرت هذا فهذا أول الطريق، وهذا هو الباب الذي ستدخل منه وأنت تستشعر الفقر والفاقة والحاجة إلى رب رحيم كريم ودود، تستشعر أنك أذنبت في حق العظيم وإن صغرت ذنوبك وهيهات، وإن صغرت ولكن الله عظيم. تحتاج أن تستشعر عظم ذنبك في حق ربك سبحانه وتعالى فتسكت وتصمت، وهذا أوان الصمت وزمان السكوت، وتؤثر الخلوة ثم تسبل الدمعة علها تنجيك. اللهم ارحم عبرة ترقرق على ما فاتها منك. وأعظم العقوبة، أعظم عقوبة يغفل عنها الناس، هي حرمان القرب من الله عز وجل، وحرمان مناجاته، وحرمان مناداته. ومع ذا، مع استشعار الذنب ومع استثقاله واستعظامه، فلا بد من الرجاء، فهذا زمان الرجاء. لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكيف نيأس من رحمته وقد جاء بنا إلى هنا، اصطفانا واجتبانا، بلغنا رمضان ووفقنا وجاء بنا واعتكفنا وأوقفنا بين يديه، يا أوقفنا بين يديه، نسمع كلامه ونتدبر آياته، نعقل عن الله عز وجل من كتابه، وندعوه ونرجوه ونهتف باسمه ونسبح بحمده
يا له من نعيم، نعيم يحتاج إلى شكر. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. لا مناص لك من الرجاء، الرجاء في الله عز وجل الكريم الرحيم الذي فتح لك أبواب الرحمة في رمضان، فتح أبواب الجنان فلم تغلق منها باب، فلم يغلق منها باب، وأغلق أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفد لك الشياطين، هيأ لك الدنيا بأسرها. فله الحمد على ما أنعم وأولى، كيف لا نرجوه بعد كل هذا؟ اللهم ارحم عبرة ترقرق على ما فاتها منك، وكبدا تحترق على بعدها عنك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.